زيد هكا زيد بعد الإعلان تل آخر لحظات بالرجوع الجمهور للميادين الكرة كان شوية مهم، هو كانت فيه فرحة وأوميم طون كانت فيه واحد شوية على المشكل تاع الثمن تاع التذاكر اللي كان طالع وما كاين استعداد، وحنا راه الدعم مع ليلترا تاع الجمهور واخا فرحان ولكن ما كاملاش الفرحة بصراحة، ما بغينا الأجواء اللي كانت فيها قبل من الكورونا ترجع، ومع الغلاء تاع عدم يعني ما كاينش مراعاة تاع المدخول تاع الشعب وهاد الأسعار اللي مرتفعة، هادشي اللي كاين خويا صافي بليزير تدخل التيران، صافي بليزير سوبورتر الرجاء وهادشي اللي كاين، نتمنوا ان شاء الله يربحوا. بالنسبه للتذاكر كاينه صعوبه في الاول للسيت ويب باسكو صا بوغ كل شويه، حنا جانا الزهر وقطعنا في الدقيقه 90 وصافي هادشي اللي طرا غالينا اخي ديالي والله الا غالي، ولكن كنشجعوا الرجاء فهمتي، كنتمنوا يصوبوا لي تيكي وينقص البري فهمتي، لانه بنادم بزاف على هاد لي تيكي، حتى حنا بزاف علينا حيت واحد هاد الظروف ديال الكوفيد وكذا بحال واحد المتنفس غير باش نشجعوا شويه، مي نورمالمون خصهم يطيحوا. الناس وحشنا دابا التيرانات من بعد غياب طويل ان شاء الله، واليوم ان شاء الله تكون مربوحه ان شاء الله. التذاكر كان ضغط على السيت شويه، بقينا كنتسناو كنحاولوا معاه نحاولوا معاه نحاولوا معاه، من بعد تيسر الله ان شاء الله، وحنا دابا ان شاء الله ما كاين غير الربح. الثمن شويه كان مبالغ فيه، خاص الاداره تحاول دير شي حاجه بالنسبه للجمهور، وشكرا. خويا صار هادشي كامل تسنينا فارغ الصبر وديما ديما رجاء، وكنحيي الجماهير وكنبغي لي زويلترا يجيو. خويا التذكره غاليه بزاف 150 درهم، راه حنا كنقراو قولي ديروا معنا الحل. فخر لينا والحمد لله ملي تلقونا ندخلوا للتيرانات، وهذا نهار كبير هذا، وانا جايب ولدي شحال هو يتسنى، والحمد لله الحمد لله شكرا. الثمن اللي داروا حنا معاهم الله خير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.